يعني برضو على الجانب الاخر سعد، واحد زي مصطفى شوبير مثلا، اصغر واحد مصطفى اعتقد، ولا في اصغر؟ مصطفى في اصغر منه احمد كوكا، يعني كوكا يعني دلوقتي، لكن مصطفى هو المتواجد يعني هو مع مصطفى بالظبط هو المتواجد. يعني كابتن شوبير المجموعة. مثلا، كابتن احمد شوبير واخد مثلا في 20 سنه بطولتين مثلا افريقيا، مصطفى واخد في 8 شهور بطولتين افريقيا برضه. فانت كونك ان انت تاخد 4 افريقيا، اعتقد ان ده بالنسبه لك برضه بيمثل فخر كبير جدا. يعني زي ما كابتن وليد قال لك، انت بتحاول تستغل كل يوم انت موجود فيه جوه النادي الاهلي، والميزه ان انت موجود في مكان بيلعب دايما على البطولات، مكان بيزود اي لعيب بيكون متواجد فيه. يعني النادي الاهلي بيضيف لاي لعيب يكون متواجد فيه. الميزه لما بتلعب وانت صغير او بدري شويه، فبتقدر ان انت تلحق عدد كبير من البطولات. فالحمد لله كنا من المحظوظين. بطوله 2012 دي كانت بطوله الشهداء، ربنا كرمنا بيها. وبعدين بطولة 2013 كانت مع الكابتن حسام بدري 12، و13 مع الكابتن محمد يوسف. وبعدين 2020، وبعدين 2021. فيعني الحمد لله دايما يا كابتن اسلام، بطولة افريقيا هي اللي بتعمل تاريخ جوه النادي الاهلي. مظبوط. واحنا كلاعب بنقعد نتكلم في الموضوع ده، بتاخد دوري، بتاخد كاس، بتاخد سوبر، لكن دايما بطولة افريقيا هي اللي عليها العين من جماهير النادي الاهلي ومن مجلس ادارة النادي الاهلي. فالحمد لله. الحمد لله.